عشية الذكرى 16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يستعد الرئيس المكلف سعد الحريري لكلمة متلفزة في هذه المناسبة يفصل فيها المسار الحكومي من التكليف وصولا إلى تعقيدات التأليف. وفي ذكرى اغتيال زوجها، سألت السيدة نازك الحريري: أين أنت يا صاحب الرؤية الواعدة والالتزام الوطني والإنساني لتذلل العقبات وتلين القلوب؟ أين أنت يا رجل الدولة والمبادئ، أيها المؤمن بلبنان السلم الأهلي والعيش المشترك؟ لقد استطعت أن تنفض عن لبناننا الحبيب غبار الحرب وتقود مع شعبنا الطيب مسيرة الإنماء والإعمار. نحن اليوم في مرحلة سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية دقيقة وحرجة جدا، لا يمكن معالجتها بالتجاذبات والاصطفافات السياسية، بل بالوفاق والوحدة الوطنية والعيش المشترك. وقالت الحريري: ليتك معنا لتساعد في إيجاد الحلول التي تنقلنا من الغموض ومن حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار إلى مكان أفضل. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زار ضريح الحريري في وسط بيروت، فقرأ الفاتحة على روحه وأرواح رفاقه الشهداء، وقال: من اغتالك أراد اغتيال لبنان، وهم الآن يمعنون في قتله واغتياله ومحاصرة شعبه من خلال إعاقة تأليف الحكومة الإنقاذية البعيدة عن كل الأهواء والمحاصصات الخارجة عن مصلحة لبنان وشعبه. وما يعانيه لبنان واللبنانيون من خوف وقلق وشبح الاغتيالات الآثمة والمحرمة التي يمكن في حال استمرارها أن تؤدي إلى إلغاء مقومات هذا الوطن ويصبح في خبر كان. وأضاف مفتي الجمهورية: هدموا بيروت التي أعدت إعمارها وحملتها إلى العالم وحملت العالم إليها، جعلوها رمادا وتركوها، ترك اللبنانيون لمصيرهم وترك لبنان لقدره، أضاعوا الوطن، هدموا الاقتصاد، فرطوا في الأمانة، أشاعوا الفوضى وتركوا الناس في حال ضياع، لا أمن ولا أمان ولا راعي ولا رعاة. الرئيس تمام سلام استذكر الحريري قائلا: إن إرث الشهيد يتعرض اليوم لحملة تشويه مبرمجة تتمثل في انتهاكات مستمرة للدستور بهدف نسفه وإعادة عادة عقارب الساعة إلى الوراء. ودعا سلام العابثين بالدستور إلى الكف عن غيهم والعمل لتسهيل قيام حكومة الإنقاذ التي ينتظرها الشعب اللبناني لتبدأ عملها في معالجة الأزمات الطاحنة التي تهدد بانهيار شامل للبلاد.